للأمانة للتاريخ أب، يعني للأمانة عندما تلتقي به ما تشعرش أنك المهابة الرئيس، مهابة الرئيس تكتسر مباشرة عندما تلتقي على عبد الله صالح، تشعره يعني بشكل مختلف، أب حنون، يمزح يعقب المزح، يعتذر، عنده قدرة على شجاع في الاعتذار. يعني أنا قال لي أنا أعتذر لك، يعني قال أنا أعتذر لك وأعتذر لعشيرتك في اليمن، لأنه أنا خلال حكمي لم أكن أعلم، وإذا كان هناك من ظلم فهو أنتم ظلمتم، وإن كان هناك من نصر على عبد الله صالح فهو أنتم. قال لي تخيل أستاذ عمر، هذا ما قاله الرئيس عبد الله صالح، قاله للأمانة للتاريخ، قال سجل في مذكرتك أنه كان نظام صالح كان بيسقط بعد جمعة الكرامة في الأسبوع الثاني، لو كنتم نزلتم أنتم كما هم ماشيين في ثورة 2011، لكن لا أدري إن كان عدم نزولكم، يعني نزولكم هو حبا في المؤتمر ولا حبا في صالح. قلنا له نحن بالنسبة لنا نرى أنه ليس حبا في المؤتمر، المؤتمر حزب فيه نعمان قائد ومجموعة، لا قلنا المهمشين كلهم في المؤتمر، لكن نحن رأينا أن وقوفنا إلى دوارك ووقوف إلى دوار الوطن، لأننا نعي تماما، كنا نعي تماما ما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن اليوم، هي هذا ما نعاني منه.